المدينه اللي كتبان لك فيها السرقه مجهده او بزاف؟ فاس. علاش بالضبط فاس؟ لانها فيها سرقه بزاف، فيها جلوقيه بزاف، فهمتي؟ ايوا هذه القاصه ما بين فاس وكازا. انا نقول لك فاس لانني فاس عشت فيها، هذاك الشيء علاش. فايت واحد سرقك فاس؟ نعم. فايت واحد سرقك فاس؟ ما كاينش، ما يقدرش. علاش ما يقدرش؟ ايوا هكاك. المهنه. نعم؟ المهنه. واخا ياك فاتك عشتي شي ظاهره ديال شي انسان، شي مرا ولا شي راجل تسرق قدامك؟ بزاف. كاين تشوف الضرب الجرح؟ نعم. تشوف الضرب الجرح؟ الضرب كاين، الجرح كاين، كلشي اللي عجبك اي حاجه كاينه. كاينه السيبه في البلاد. وي كاينه السيبه في البلاد، ولكن خاص يدخلوا. شكون غيدخل؟ ويدخل دارك الملكي، واش ندخلوا حنايا؟ احنا دخلنا احنا اليوم غدا، مي راه خاص ديما. كازا. علاش بالضبط كازا؟ ها؟ وكلشي كيجي لها من جميع انحاء المغرب. اللي ما لقى ما يدار كيسرق. يعني سبب السرقه في كازا هي الهجره من المدن. الهجره والبطاله. كيفاش البطاله؟ البطاله بنادم ما كاينش فين يخدم. هذا هو السبب المشكل. يعني الانسان كون لقى فين يخدم ما كانش غادي يسرق. ما يسرقش. ومع ذلك ملي كيطلع عليه الدم ويتنرفا كيعطيها للحشيش. وعاوتاني الدافع ديال السرقه هو الحشيش. الحشيش وقلات يعني فرص العمل هما اللي كيخلوا الانسان يسرق. الحشيش وفرص العمل. وفي نظرك يعني فرص العمل يعني قلال بزاف او لو بداو كيتوازنوا؟ ايه ما كاين لا توازن لا والو. شنو السبب؟ ما نعرف. السرقه والاجرام بزاف. عاود السؤال. شنو هي المدينه اللي كتبان لك فيها الشفره والاجرام بزاف؟ كازا. علاش كازا؟ كازا. فايت لك تشفرتي او لا تعرضتي لشي؟ لا فاش تشفرت، ولكن معروف على كازا، فهمتيني؟ دونك شنو اللي خلى هاد الظاهره تزاد بزاف؟ وشنو نقول لك اختي، وقيلا قله العمل، الشغل ما كاينش، الشمور، انسان مريح مسكين بلا خدمه بلا والو بالسيم ما غادي ينوض يشفر. كلقى الشباب الخدمه ولقاو العمل وداك الشيء والدوله موفره لهم شي حاجه، غادي مساكن ما غاديش يشفر، ما غادي يدير شي حاجه. يعني كانوا فرص العمل كان الانسان ما غاديش يشفر. ممكن. كيبان لك في ناس يعني اللي لاباس عليهم وواصل واحد المستوى لكن كيخرجوا يشفروا. ما يمكنش ما يمكنش. واحد لاباس عليه ما يمكنش يشفر. كتكون فيه بليه. الاحياء الشعبيه اختي هما اللي كيشفروا، الناس اللي ما قارينش مساكن وفهمتي. شنو هي المدينه اللي كتبان لك فيها الشفره والاجرام بزاف؟ المدينه كتبان لي فيها الشفره بزاف. شنو نقول لك؟ كيش ما كازا كازا. علاش كازا بزاف؟ كازا حيت فيها واحد الاكتضاد سكاني. وكيتخلطوا بها كاع المدن ديال المغرب اللي كيجيو كيطلبوا المعاش ديالهم. هذا هو السبب، سبب اقتصادي الناس كثار هنا. داكشي علاش. عمرك انت حضرت يعني شي حاله سرقه؟ بطبيعه الحال حضرنا، حنا ولاد مدينه قديمه كنشوف هادشي كل نهار. ما كتوصل واحد الوقيته في الليل صافي. واش كيكون يعني التصرف ديالكم يعني من بعد ديك الحاله؟ بطبيعه الحال كيبان لنا شي شفاره خاصنا نديروا الواجب ديالنا كمواطنين، خاصو يتفرشخ. وصيت تربط نعيطوا على البوليس اي حاجه. فايت لكم هبطتوا شي واحد؟ ضروري لا ما تربطوهمش. نقدروا نعيطوا على البوليس نعطيو وقتها ديال العصا، هادشي اللي كاين. شنو هو الحل باش نحدوا هاد الظاهره؟ الحل هو المخزن خاصو يدير خدمته، البوليس كتوصل واحد الوقيته صافي تيغبروا ما تيبقاوش يبانوا لنا. هادشي اللي كاين. المواطن حامي راسو، كل تيحمي راسو، كل تي حامي راسو. كل زعما ما تيفوتش الكارتي ديالو فاش يوصل واحد الوقيته في الليل. عارف راسو الا خرج غادي ياكل العصا. وانا عايش في الدار البيضاء، كنقول الدار البيضاء. كازا فيها السرقه بزاف؟ هي كنقول. ولكن شنو الاسباب اللي خلاو هاد الناس يخرجوا يسرقوا ويديروا هاد الشيء؟ الاسباب هي كيشدوا بنادم كيديروا هاد المدن الجديده، كيخرجوا بحال الهراويين بحال الرحمه، كيلوحوا بنادم لواحد البلاصه اللي زعما وما كاينش الامن. كتلقى لي جندارم قلال، كتلقى من القليل. هذا هو الاسباب انا اللي كنقول. يعني هاد المدن الجديده اللي ولات دابا يعني منها كيتكونوا دوك الشفاره او الناس كيسرقوا؟ هما خرجوا من هاد البيئه ديال المدينه، ولكن ملي كيلوحوك كيقصيوك. ملي كيقصيوك راه كيكون عندك واحد رده فعل. ملي كيقصيوك كيلوحوك لواحد البلاصه اللي عامله لا شحال كتكون. ما كتبانش لك السرقه انها بدات كتنقص شويه؟ لا الجريمه زعما كتنقص؟ ما كنظنش انا. ما كنظنش انها كتنقص. لحد الان دابا انا كنقول وكنظن. شنو هو الحل باش نديروا لهاد الظاهره حد؟ والظاهره الحد هي زعما يكون الامن، السباب ديال الامن، الامن دابا قليل. كدور مدينه كامله كتلقي بالك جوج البوليس ثلاثه، اش غادي يقضيو في هذا؟
يجي دابا يسرق لك واحد التليفون ديالك على ما تغوت تا هادي الامن هو هو الشرط الاولاني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.